السلاوية تحدث عن قمرتها شاهدوا المزيد من التفاصيل. صعد السلاوي لايف بالأمس مع سالي، وتفاجأ الجميع بأن السلاوي كان مهتم بأن يسأل سالي هل هي مرتبطة أم لا. يا سالي العوضي، هل أنت حاليا بهالفترة مع شخص؟ لا مش مع شخص. أيضا سالي سألت السلاوي هل هو مكرش على حدا من المشاهير، مشيرة إلى قمر طائي، والسلاوي نفى ذلك وكان جوابه ليلى. يعني كيف من الانستغرام؟ يعني من السوشيال ميديا بشكل عام. يعني حدا مشهور؟ لا ما في. طيب يلا سألك، في كانوا لا وصاروا مشاهير. يعني لا ما في حدا مشهور. لا أوكي. انا زلمه والله، يعني اذا حسيت انه في حدا طبعا كرشت، مش يعني لازم يكون في علاقه بيني وبينه، بس اذا حسيت انه هذا. ايضا قام المتابعين بوضع اسئله للسلاوي عن قمر طائي والموديليانا، وكان هذا جوابه. يعني ما بطلع انا بس اسكر اللايف، بس يعني هيك ايش تقريبا. شف علينا يا سالي، ما تطلعي شف علينا، ما بطلت. والله اني ما بطلع، والله ما بطلع، والله حلفت. ها لا يا اخوان، مناش نسأل عن حدا بلاش.